كابتن حسن، احنا في اخر كل حلقه بنلعب لعبه اسمها الصندوق الاسود، فعايز جنب حضرتك كده هتلاقي فيه صندوق اسود تطلعه بيكون مستخبي ما حدش بياخد باله منه ابدا. انا ما خدتش بالي فعلا. اه انا هو لحضرتك، طلعه جنبك، طلعه فوق كده، افتحه وقلب الورق تقليبه وطلع لي اول ورقه وقول لي رقم والسر اللي موجود فيه. رقم والسر اللي موجود. اه رقم علشان بس نعرض للساده المشاهدين. رقم 3. رقم 3، السر بيقول ايه يا كابتن؟ بيقول نادي الجزيرة هو أول فريق قام بشرائه من نادي عين السيرة، ومركزي كان هو حارس مرمى. الكلام ده صح؟ طبعا أنا أول ما لعبت هاندبول، أنا اللي حببني في الهاندبول أولا عيلة الله يرحمه والد أشرف عواض. تمام. لأن إحنا كنا جيران في نفس البيت في عين السيرة، فطبعا أشرف بقى كان بيلعب وحازم فبقينا هنلعب، فروحت لعبت بقى في مركز شباب عين السيرة وكده. كنت واقف جول؟ كنت بحب أقف جول، أنا وقفت جول. وبعد كده نادي الجزيرة اشتراني وأنا جول، وقعدت 4 سنين ألعب جول، فكنت بسيب الجول وأطلع أجيب أجوان. فجيب بقى ربنا يديله الصحة مدربي وصاحب فضل عليا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى كابتن ميمي بتاع نادي الجزيرة، قال لي يا حسن أنت يعني بتقف جول وبتجيب 5 6 أجوان، طب ما اسيبك بقى من الجون، وحطني بقى بلاي ميكر. الحمد لله بقى الكلام ده كان سنه 93 واموري مشيت والحمد لله رب العالمين. السر اللي بعده يا كابتن حسن. رقم 1. رقم 1، السر بيقول. السر بيقول بعتبر نفسي اكتر زملكاوي في العالم ولا اتخيل نفسي منتمي لفريق غيره. انا بحب نادي الزمالك جدا جدا لدرجه لا يتخيلها احد. بحب اكتر فرقه نادي الزمالك لكره اليد، لان هي دي كيان حسن يسري، هي دي اسم حسن يسري، هي دي هفضل مرتبط بيها سواء انا جوه النادي او بره النادي، لان فعلا فرقه كره اليد الفريق باشخاصه باللعيبه اللي لعبت معاها على مدار تاريخي هم دول بالنسبه لي يعني زي ما بيقولوا كده ايه ثمره عمري، دول احسن حاجه انا قابلتها في حياتي، واحسن حاجه ساعدوني على اني ابقى حسن يسري اللي قاعد مع حضرتك، والسبب في كل ده نادي الزمالك. فانا بحب نادي الزمالك كاسم، كمنشات، كنادي لعبت فيه عمل تاريخي، بحب اصحابي اللي لعبت معاهم اللي ساعدوني، وكل شخصيه عرفتها من نادي الزمالك ساعدتني وكانت سبب في اللي انا وصلت له لحياتي انا بحترمه وبقدره وبكن كلهم كل احترام وتقدير. بشكرك جدا يا كابتن حسن على وجود حضرتك معايا، استمتعت جدا جدا بوجود واحد من اساطير كره اليد معايا، اتمنى لك التوفيق والنجاح دايما يا رب. ربنا يخليك، انا اللي بشكرك جدا وبشكر قناه النهار، واتمنى لك التوفيق في كل اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه، خلاص بكره وبعده اجازه، نشوفكم يوم السبت، مش هوصيكم كل الجماهير اللي هتتفرج على المباراه من داخل الملعب وهنا في مصر، عايزين نكون في روح رياضيه، عايزين نكون في اخلاق وادب كده في التعامل مع بعض سواء على السوشيال ميديا او حتى في الملعب. مباراه القمه مش قمه بس ما بين اهلي وزمالك، قمه في السلوكيات، قمه في الاخلاقيات، علشان كده بوصي كل جمهور مصر في مباراه بكره نستمتع بيها قدر ما استطعنا، لكن ما ننساش ان في خطوط حمراء مش عايزين نتجاوزها. نشوفكم ان شاء الله يوم السبت، هنريح بكره وبعده، بس هتوحشونا ان شاء الله على خير في نمبر 1 على قناة النهار. تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.